كل شيء يحزن المسلم أو يؤلمه له فيه كفارة وله فيه أجر، لو صدع رأسه له أجر، ولو أصابه زكام له أجر. وألم الموت أشد ألم في الدنيا يصيب الإنسان المؤمن، فله أجر بألم الموت. ألم الموت أشد بكثير من الزوبعة التي تدمر البيوت. سكرات الموت هي الشدة التي يعانيها المحتضر أثناء خروج روحه من جسده، وكثير من الناس يموتون فجأة من دون أن يقاسوا سكرات الموت، وكثير من الناس ساعة الاحتضار يعانون سكرات الموت ويقاسونها. الإنسان الذي يعاني سكرات الموت يشعر وكأن مفاصله تنحل، كأنها ليست متصلة ببعضها البعض، وأكثر الناس ترتبط ألسنتهم تلك اللحظة فلا يستطيعون الكلام. سكرة الموت أشد من 1000 ضربة بسيف، حتى على المؤمن هي أشد من 1000 ضربة بسيف، لكن المسلم المؤمن يستفيد تكفير سيئات كانت عليه قبل خروجه من الدنيا، ويستفيد رفع درجات، وأما الكافر فلا يستفيد منها. الرسول صلى الله عليه وسلم عانى في مرض موته من سكرات الموت قاساها. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت. رواه الحاكم. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يلطف بنا قبل الموت وعند الموت وبعد الموت، والحمد لله رب العالمين.